ما معنى اسم شيماء؟ اسم شيماء هو من الأسماء القديمة الأصيلة، ونجد معظم الآباء والأمهات يلجأوا لتسمية أبنائهم بالأسماء الأصيلة والقديمة، ويجعلهم ذلك يبذلون قصارى جهدهم عند اختيار تلك الأسماء، والاسم يؤثر على شخصية حامله بطريقة مباشرة. شيماء اسم علم مؤنث، هو معناه البنت ذو الشامة أو العلامة في جسدها، كما يعني اسم شيماء في علم النفس الرفعة والكبرياء والعلو والاعتزاز بالنفس، كما أنه اسم لا يصلح للذكور، هو فقط مناسب للإناث، كما أنه اسم أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، شيماء بنت الحارث السعدية. أما بالنسبة لمعنى اسم شيماء في الإسلام، فهو اسم لم يتم ذكره في القرآن الكريم، ولكنه يطلق على الفتيات اللواتي يعتنقن الديانة الإسلامية. في اللغة الإنجليزية، اسم شيماء معناه natural habit to look out. اسم شيماء يدلع بالعديد من الأسماء مثل شوشو، شيمو، شيما، شيمو، شيكا. أما بالنسبة لتفسير اسم شيماء في المنام، هو يدل على فتاة يوجد ما يميزها في وجهها سواء شامة أو علامة. هي شخصية مرحة ذو روح جميلة وبشوشة، فاطنة ولديها نسبة عالية من الذكاء والمهارات التي تميزها عن غيرها. هي شخصية عطوفة وذو قلب رحيم، تتميز بعدة صفات رائعة مثل مساعدة الآخرين والاشتراك في الأعمال الخيرية مع مساعدة الفقراء والمساكين.